اهلا بيكم، انا هبه ثروت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه اتطلبت مني كتير جدا، وهي القرص الطريه او القرص الفلاحي. النهارده هنعمل القرص الفلاحي زي ما الكتاب بيقول في الفلاحين، وهنعملها كل حاجه هنعملها من البيت. هنستخدم فيها القشطه اللي احنا مجمعينها من وش اللبن، هنستخدم فيها الزبده اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس وهيظهر في اعلى الشاشه دلوقتي. وكمان هنعملها بلبن رايب متروب في البيت زي ما الفلاحين بيعملوه بالظبط، يعني هتبقى فلاحي فلاحي ان شاء الله. لو جربتوها هتعجبكم جدا جدا، وكمان هقول لكم على كل التريكات اللي تضمن ان هي تبقى معاكم طريه وناجحه 100% ومضمونه ان شاء الله. الفيديو هيعجبكم جدا. يلا بقى بينا نبدا. بس قبل ما نبدا عايزه منكم لايك وشير وكومنت برايكم، ولو جداد على القناة تشتركوا فيها. يلا بينا، بسم الله. المكونات عندي لكيلو دقيق جميع الاستخدامات. انا حطيت 600 جرام من اللبن الرايب، وده انا لبن حليب وروبته في البيت، وهقول لكم دلوقتي عملته ازاي. وعندي كوبايه من القشطه، وانا عندي القشطه دي اساسيه في القرص الطريه. عندي كمان كوباية من المادة الدهنية، ممكن تكون زبدة بس، ممكن تكون سمنة بس، ممكن تكون زبدة على زيت، زيت بس، زبدة على سمنة، يعني زي ما نحب. انا حطيت زبدة على زيت، يعني كانت تقريبا تلتين الكوباية زبدة وتلت الكوباية زيت. عندي كمان ربع كوباية لبن او حليب علشان نخمر فيه الخميرة، وعندي ربع كوباية سكر. السكر يا جماعة بيدي نتيجة حلوة جدا جدا في اي مخبوزات، ومش بيظهر في الطعم، فما تخافوش، ربع كوباية مش كمية كبيرة ابدا. عندي باكت ونص من الخميرة، انا بستعمل دريم، وعندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح. في ناس بتضيف منكهات زي السمسم او ينسون او شمر مع العجينة، بس انا بحب عجينة القرص تكون بالنسبة لي سادة، انما طبعا اللي يحب يضيف اي منكهات دي بتبقى حاجة حسب الرغبة. دلوقتي هقول لكم بقى انا روبت اللبن ازاي. انا بجيب كمية اللبن عندي، انا استخدمت لبن تقريبا 800 جرام من اللبن، وحطيتهم في بولة. اللبن ده ما يكونش مغلي، يعني ما بنغليهوش، بناخده كده زي ما بنجيبه. لو كان مجمد بنخليه يفك براحته، وبسيبه يومين في مكان ضلمة، يعني بغطيه كده بفوطة وبسيبه يومين في مكان ضلمة طبعا، ويكون دافي، ويعتبر افضل مكان لي هو فرن البوتاجاز، بيكون مش شغال ولا حاجة. في خلال يومين بيربط معايا ويتحول للبن رايب زي ما انتم شايفينه كده. في الصيف ممكن ياخد يوم، وممكن كل فترة كده، يعني كل مثلا 5 6 ساعات نطلعه ندفي الفرن حاجة بسيطة، وبعد كده ندخله تاني علشان يساعد على عملية انه اللبن يروب. شايفين اللي طالع معايا على الوش ده، دي القشطة بتاعة اللبن، ومن تحت ده عندي اللبن الرايب زي ما انتم شايفين متجمد. ودي بتبقى العملية الأساسية اللي بيعملوا منها الجبنة القريش، بس طبعا بيضيفوا ملح الأول للبن قبل ما يخلوه يروب. وقبل ما اجهز المكونات عندي بتاعة القرص، بنشط الخميرة بتاعتي الأول. بجيب اللبن بتاعي وبحط معلقة واحدة من السكر، ما زودش السكر عشان ما يبوظليش الخميره. بقيه السكر احنا هنحطه في العجينه، وبحط عندي كميه الخميره بتاعتي معلقه ونص، باكت ونص من الخميره الفوريه، وبسيبها كده على جنب لمده يعني من 5 دقائق ل10 دقائق. طبعا اللبن يكون دافي، بان انا احط صباعي فيه واعد لحد 10، لو صباعي استحمل السخونه يبقى اللبن كده درجه حرارته مناسبه لتنشيط الخميره. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل القرص بتاعتنا. في بولة اللي هعجن فيها بحط الدقيق بتاعي، واضيف عليه الخميرة اللي انا نشطتها، واضيف عليها السكر الباقي والبيكنج باودر والزبدة سيحتها مع الزيت في المايكروويف، وكمان بضيف القشطة وبخلط كل المكونات دي مع الدقيق. يعني انا ضفت كل حاجة ما عدا الحليب الرايب او اللبن الرايب والملح. انا ما ضفتش الملح وخليته للاخر علشان ما يعمليش عرق للعجينه وتتحول عندي العيش، وبخلي الحليب الرايب في الاخر، لان انا عايزه العجينه الاول بتاعتي تشرب الدهون وتاخد كفايتها من الدهون، وبعد كده
ابتدي اديلها اللي هي محتاجاه بس من اللبن الرايب. في ناس بيحبوا يغلفوا الدقيق الاول بالماده الدهنيه، يعني الدقيق يحطوا عليه الزبده والزيت بس ويفركوه كويس كده جدا، لكن النتيجه في الحالتين بتبقى واحده، مفيش فيها اختلاف ما دام احنا بنعمل الاساسيات اللي تضمن لي انه القرص دي هتطلع طريه، فالنتيجه بتبقى واحده. ولما الاقي الدقيق بقى خلاص امتزج تقريبا مع كل المكونات، ببتدي اضيف بقى اللبن الرايب بتاعي بالتدريج. الكمية دي اخدت مني 600 جرام من اللبن الرايب علشان يديني عجينة ناعمة زي ما انتوا شايفين كده وفاصلة من ايدي. عايزة اقول لكم احنا ما بنعجنش كتير ابدا في القرص الطرية علشان ما تقلبش معانا العيش، وما نيجي ناكلها نحس اننا بناكل عيش. خلاص كده العجينة مجرد ما فصلت من ايدي ببتدي اضيف ليها الملح واديله بس ايه تقليبة اخيرة كده، خلاص العجينة بقت جاهزة معايا. القرص ما بتاخدش وقت في العجن ابدا ابدا، لو عجنتوها كتير هتقلب معاكوا العيش. شايفين العجينة بتاعتي بتتقطع ازاي بسهولة بدون ما تمط معايا، يعني مش عاملة عرق، فمعنى كده ان هي هتبقى قرص مش عيش. العجينة لو عملت معاكم عرق وبقت تمط في ايديكم كده هتبقى اشبه بالعيش. بصوا العجينة بتتقطع في ايدي بسهولة ازاي. كده خلاص هغطي العجينة بتاعتي بكلينج فيلم واسيبها ترتاح شوية لمدة نص ساعة، وبعد كده هنبتدي نشكلها. وفي الفترة دي هبتدي اجهز الحشوات بتاعتي. انا هجهز اول حاجة حشوة العجوة بتاعتي. انا بستخدم عجوة نوع اسمه الجنيدي، بيبقى فيه سمسم زي ما انتوا شايفين كده. ضفت عليها معلقة من السمنة ومعلقتين بالظبط من المية، ما نزودش عن كده، ودخلتها المايكروويف. اخدت تقريبا من 2 لـ3 دقايق يعني على حسب كل درجة حرارة مايكروويف. وبطلعها بقى بلاقيها خلاص فكت معايا بالمنظر ده واقدر اعجنها. بعجنها بقى كويس جدا بالمية والسمنة اللي كانوا فيها لحد ما تديني عجينة حلوة قابلة للتشكيل. عايز اقول لكم ان انا ضفت عليها نص معلقة من القرفة في اثناء العجن، لكن للأسف الخطوة دي ما اتصورتش. وبعد ما خلصت عجن لي التمر بتاعي اخدته كده كورته نص الكمية بس زي ما انتوا شايفين كده، كورتها لعدد من الكور في حجم اكبر من حجم البندقة بشوية. ودلوقتي بقى العجين بتاعي ارتاح خلاص، بجهز بقى الصاج بتاعي وباخد في ايدي كورة من العجين بكورها الاول كويس عشان يبقى شكلها متساوي. بعد كده ببتدي افردها على ايدي وبضيف ليها الكورة وبقفل كده حوالين الكورة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ببتدي اكورها على ايدي وابتدي افردها واحطها في الصاج زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم لما تيجوا تفردوا العجين مع الكوره ما تفردوهوش قوي علشان العجين ما يرقش فوق العجوه بتاعتنا. ودي واحده تانية عملناها برضو بنفس الطريقه زي ما انتوا شايفين كده. هخلص بقى الصاج بتاع العجوه بتاعتي وهبتدي بقى اعمل الصاج بتاع الجبنه عشان اقدر احشيها. بنفس الطريقة بجيب برضو كورة من العجين وبحط فيها كده جزء من الجبنة وبقفل عليه، وبعد كده بفرده بايدي وبنرصهم في الصاج بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هجهز القرص بتاعتي اللي هي فاضية بدون اي حشوات. برش الاول على الكاونتر بتاعي كمية بسيطة جدا جدا من الدقيق وبفرد العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، ولكن اخليها برضو يكون بسمك نص سنتي. وبجيب القطاعات بتاعتي المدورة وبقطع بيها القطاعة اللي هي اكبر مقاس، وبرضو اخدت كده بالشكل المربع يعني كنوع من التغيير، لكن طبعا اللي يحب يفردها على ايده يعني عادي، هو دي اصلا الطريقة الصحيحة ان هي تتفرد على الايد او الطريقة المتعارف عليها، لكن بالقطاعات بتكون اسرع. ودي كده السيجان بتاعتي بعد ما خلصتها. اللي على اليمين ده الصاج اللي محشي بالتمر، وده الصاج اللي محشي بالجبنه، وده الصاج اللي القرص الفاضيه مش محشيه، وده واحد كده كان يعني فيه محشي تمر على جبنه من الكميه اللي فضلت معايا. عايزه اقول لكم ان الكميه دي عملت لي 54 قرصه
طعمهم حلو جدا وحجمهم كان متوسط، يعني مش صغيرة ولا كبيرة. هنخمر بقى القرص بتاعتنا، هنسيبها في الشتاء ده هنسيبها فترة ما تقلش عن من 2 لـ3 ساعات، لأننا ما خمرناهاش مرة قبل كده، هو احنا خمرناها تخمير واحد فلازم نديلها فترتها. وفي الصيف ممكن التخمير بتاعها يبقى يعني لحد 2 ساعة. وبعد ما القرص تختمر معانا بدخلها بقى فرن يكون مسبق التسخين على الأقل شغال ربع ساعة من قبل ما ادخل فيه القرص، لأن أي معجنات بصفة عامة بتحتاج فرن درجة حرارته عالية. بدخله بالنسبة للبوتاجاز بتاعي، أنا البوتاجاز بتاعي هادي، درجة حرارته هادية، فأنا بحطه في الرف الأوسط على أعلى درجة حرارة، فبعد مرور من 10 لـ12 دقيقة بلاقيه اتلون من تحت واخد لون بسيط من فوق، بشغله الشواية 2 دقيقة، فالقرص كلها ما بتاخدش معايا اكتر من ربع ساعة الصاج الواحد. لكن لو فرن درجة حرارته عالية فاحنا نحطه في درجة حرارة يعني في حدود من 220 لـ240 برضو في الرف الأوسط لحد ما الاقيها لونت من تحت. ولو لقيتها بقى محتاجة لون من فوق بشغل لها الشواية حاجة بسيطة لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. اهم حاجة عندي ان القرص ما تقعدش عندي في الفرن اكتر من ربع ساعة، لان هي كل ما بتقعد في الفرن هتطلع ناشفة. وبعد ما القرص تخرج معايا من الفرن مباشرة لازم احطها في حاجة واقفلها فورا علشان بخار المية اللي هيطلع منها يطريها. لو انا ما قدرتش اعمل كده فممكن ببخاخة مية وارش عليها رشة بسيطة، برضو هتساعد لي على ان القرص بتاعتي تبقى طرية. عايزة اقول لكم ان كلمة السر في القرص الطرية هي التسوية الصحيحة والتخمير لفترة طويلة، وكمان ان انا احافظ على طراوتها بعد ما تطلع من الفرن مباشرة. وده كده الشكل النهائي للقرص بتاعتي، زي ما انتوا شايفين واخده لون حلو جدا من فوق ومن تحت، وطريه معايا لما بضغط عليها بتضغط معايا، شكلها حلو جدا. تعالوا بقى نفتح كده بتاعه التمر، بصوا العجينه بتتقطع معايا، مش بتتقطم، لو العجينه ناشفه هلاقيها بتتقطم في ايدي على طول، فانما اللي هي بتتقطع مني فده معناها انه العجينة طرية. بصوا حلوة جدا، والحشوة جواها مالية القرصة كلها. ودي كده القرص الفاضية، بصوا بتتقطع معايا ازاي، ده دليل ان هي طرية. عايزة اقول لكم ان القرص الطرية من مميزاتها ان هي بتكون عجينة غنية، واحنا بناكلها بتكون عبارة عن مخبوزات غنية مختلفة عن العيش، في ان هي ما بتمطش معانا في العيش، يعني العيش اما نيجي ناكله لازم نحس ان هو بيتشد كده في ايدينا، انما القرص بتكون طرية وبتكون غنية، فعلشان كده بتكون طريقتها في العمايل مختلفة عن لما بنيجي نعمل عيش. العيش لازم العجينة بتاعته يكون ليها عرق جامد وبتمط معايا جامد عشان العيش يبقى ناجح وهش معايا، اما القرص الطرية ما ينفعش ان العجينة بتاعتها يبقى ليها عرق عشان تبقى ناجحة معايا زي ما قلت قبل كده. ودي كده اللي محشية جبنة، انا بموت في القرص اللي محشية جبنة بصراحة، دي يعني المفضلة عندي. بتمنى تكون وصفتي النهاردة للقرص الطرية عجبتكم، هي طلبت مني كتير بصراحة، وطبعا انا بعتذر عن التأخير فيها. عايزة اقول لكم انا يعني حاولت اقول لكم على كل النصايح بتاعتها عشان تطلع معاكم ناجحة ان شاء الله، لو عملتوها هتدعولي من جمال طعمها. عايزة اقول لكم ريحتها حلوة جدا، فلاحي فلاحي، كل حاجة عاملينها فيها من خير البيت، اللبن عاملينه بطريقة الفلاحين، الزبدة عاملينها في البيت قبل كده، والقشطة من وش اللبن، يعني كل حاجة جاية عندنا من البيت زي الفلاحين بالظبط. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وكومنت برأيكم، ولو جداد على القناة يسعدني ويشرفني اشتراككم فيها، وطبعا ما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من حلوياتي الجامدة جدا وأكلي الفاخر من الآخر. ممتنة ليكم جدا، بشكركم على حسن استماعكم، ويسعدني متابعتكم لقناتي هبة ثروت.